اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده حلقه فوسفوريه بتتكلم مصري. معانا مكرونه سويسي، بنوجه تحيه كبيره لشعب السويس الابطال. مكرونه سويسي بلدي لطيفه، هنعملها مقليه. هي اسمها مكرونه يعني، عشان برضو في مكرونه يقول لك مكرونه سباكيتي، مكرونه بالصوص بولونيز، دي مكرونه سويسي بلدي. ممكن تكون دمياطي، ممكن تكون اسكندراني، انما هي بلدي. هنعملها النهارده مقليه كريسبي بالشمر، نشوف نعملها مع بعض ازاي. معايا جمبري النهارده، والجمبري برضو جمبري سويسي، هنعمله فته. طبق الفته الجمبري بالخل والثوم، تتكلم مصري يعني. الفته مش لحمه ضاني ولا لحمه راس بس، لا هنعملها كمان بالجمبري. حلو قوي يا شيف. معانا تونه. مشاكلنا مع اللازانيا بنعملها دايما بلحمه مفرومه او صوص بولونيز من المطبخ الطلياني ومعروفه كده، انما نعمل لازانيا بالتونه، ولادنا بيحبوها، تعتبر نوع من انواع المعجنات او الباستا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واحنا كلنا عارفين التونه السلمون غني جدا باوميجا 3، واحنا محتاجين الاوميجا 3 عشان تقوي الذاكره بتاعتنا. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده. ما ننساش معانا سلطه الطحينه جميله، هنعملها بزيت الزيتون، لان المكرونه السويس البلدي ايه طلباتها؟ سلطه الطحينه لطيفه جميله بزيت الزيتون وعصير الليمون، ولكن لازم الطحينه ما تكونش مره، وربنا يكفينا شر المرار. هنطلع فاصل صغير ونرجع لحلقه فوسفوريه جميله بنقدمها كل يوم اربع من كل اسبوع، ولكن بنعتها كمان يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره بناء على رغبتكم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وخط سير الحلقة بالتأكيد فيه شغل كتير النهاردة ومجهود كبير، بس المجهود ده بيتعمل بحب لحضراتكم بالتأكيد يعني. معانا مكرونة هنقليها ونشوف ازاي تبقى المكرونة كريسبي، الخلطة والتوبنج مش نازل منها في قلب الزيت. معانا جمبري سويسي، هنعمل طبق جامد جدا، فتة الجمبري بالخل والتوم ونجرنشه بكابوريا بجمبري، هيبقى فيها تفاصيل قوي على فكرة، هتعجب حضراتكم. ولكن هبدأ باللازانيا، مخرجنا الجميل مدير اللازانيا على الشاشه بالتونه والسبانخ، يعني اوميجا 3 وحديد الاثنين مع بعض، سبانخ طازه ورقيه اهي، هنحطها جنب التونه. ومعانا لازانيا العجينه الجاهزه اللي بتتباع في اي سوبر ماركت، ومعاها سبانخ ورقيه من ارضنا الجميله والتونه بتاعتنا اللطيفه. هنشوف نعمل ازاي اللازانيا بالتونه والسبانخ بتفاصيلها بطريقه سهله وبسيطه، وده طبق مميز غني باوميجا 3 وكمان الحديد، وفي تفاصيل كتيره في الطبق ده. طاجن اللازانيا بالتونه والسبانخ، صوري المقادير على الشاشه او اكتبيها ورايا. تونه علب، اي نوع تونه انت حباه، قطع سليمه مهروسه مش هيفرق. ومعانا سبانخ طازه، ومعانا بشاميل انا مجهزه من قبل خفيف، ومعانا عجينه اللازانيا وبصل وتوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار شديده الحراره، دايما انا بحب النار تكون معايا سخنه عشان تنجزني واكسب وقت، وبرده انت نفس الطريقه في المطبخ. ومعانا بصله ناعمه، تومه ناعمه، ومدرسه المغازي بتقول ايه في حاله احمرار البصل او تسويه بصل على النار، بتعملي طبع عجه، بتعملي يخنه، استخدامك للبصل عشان عيونك وعشان ريحه المطبخ، والجيران ما تشمش انك بتحمري بصله، لان ريحه البصله بتقلب ريحه الشقه، خاصه لو اتحرقت منك شويه. تقوم بتحط شويه زعتر حلوين، ما قدر روزماري حلو كده، زي الفل. تمام، يعني لو بعمل طاجن باميه يا مغازي احط زعتر، ايه اللي جاب لي جاب؟ حلو الكلام، انا بحب التفاصيل دي قوي على فكره، وانتوا قاعدين كده رايقين. لو انا بعمل باميه وبعمل اكله شرقيه مش عايزه لا زعتر ولا روزماري، بحط شويه كمون، شويه بابريكا، عود قرفه، كل ده نقلب مع بعض. التحميره دي حلوه، مكعب من الزبده بيساعد على احمرار البصله سريعا بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. عايزه تحمري بصله بسرعه بدون الجوس بتاعها ما ينشف منك وتبقى طريه وطعمها حلو، حط مكعب زبده وانت بتحمري البصله. دي مدرسة ما جاتش من فراغ، خبرة الطهوية وخبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من فضة من ذهب،
من كل حاجه حلوه لحضراتكم. اه شايف الجو ده كده اهو زي الفل. التومه الحلوه تنزل بعد تحمير البصله، ده الطبيعي عشان التومه لو اتحمرت هتسود لك الصوص وتبوظ لك الطعم. العود الروزماري رايح جاي في قلب البصله، العود الزعتر رايح جاي في قلب البصله، بالتاكيد اتعرفوا على بعض بالشكل ده كده. بننزل بصوص طماطم محترم، طماطم مضروبه في الخلاط. العب زي الفل. عندنا التونه بتاعتنا الجميله اهي اهي، بتصفيها شويه من ماده التخزين اللي فيها. لما تفتحي علبه التونه يا اختي يا خالتي يا عمتي يا امي يا زوجتي وكل اللي بيتابعوني، افتحي علبه التونه في المطبخ، بصي للمكان اللحام بتاع علبه التونه، ودايما تشوف الغطا اللي انت فتحتيه بتاع علبه التونه، في ماده الصدى ارميها في الزباله على طول، لان هنا طريقه الحفظ رديئه، وكمان ماده التصنيع بتاعه الصفيح اللي مصنوعه منه علبه التونه رديء. طب نضمن الكلام ده ازاي؟ في لمعه بتلاقي مكان اللحام مش باين، علبه غطا العلبه اللي انت فتحتيه نضيف وزي الفل، اعرف ان هي تمام لان ممكن تاريخ الصلاحيه يتلعب فيه. ادي التونه بنقلبها. حاجات التفاصيل اللي بقولها دي مهمه جدا على فكره، انا مش هفتح علبه تونه وخلاص، لا انا ما بسيبش نقطه وما بسيبش حاجه ما بتكلمش فيها. قلبنا التست وطعم. عايزه شويه ملح بنحط، عايزه شويه فلفل اسود بنحط، واحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام. كده التونه جاهزه. وتقطعي الفراخ اربع تربع عشان تكفي الولاد. بنجيب الكبه او الخلاط بنضرب فيه فصين من الثوم، بصلايه ناعمه، شويه زعتر، شويه روزماري، بابريكا، كركم، ومعلقتين من الزبادي في قلب الخلاط. معانا بوريه حلو بنحطه، بنحط عصره ليمون حلوه، ونمسك الفراخ نتبلها بالتتبيله يا ست الكل دي، ونسيبها لمده ساعتين. بعد كده بنرصها في صينيه وندخلها الفرن، بس حذاري الفرن يكون بارد، انا مش مسؤول على اللي هيحصل، هتلاقي الفراخ نشفت منك وجلدت، لازم الفرن يكون شديد الحراره عشان الفرخه تحمر بسرعه والجوس بتاعها والطعم فيها زي الفل. التونه جاهزه والبشاميل جاهز. بشاميل اللازانيا يا مغازي لازم يكون خفيف، علل ولماذا؟ سؤال، ليه البشاميل اللي بيكون خفيف لما نيجي نعمل اللازانيا؟ المغازي يقول علشان احنا بنساوي عجينه اللازانيا جوه الطاجن بتاعها او جوه الصينيه بتاعتها او جوه البايركس بتاعها. نشتغل هنا. المكان ده حلو، مخرجنا عينيا، انا اقدر ازعلك. نشيل العيش بتاع الفته ده كده، عيش الفته قدامي عايز اقرمشه. كل ده مزنبلاص تحضير. ونجيب الكاسروله بتاعتي اللي انا هعمل فيها اللازانيا. الطريقه اللي هشتغل بيها لحضراتكم دي، سواء بتعملي لازانيا بلحمه مفرومه، سواء بتعملي لازانيا بدجاج، سواء بتعملي لازانيا بالخضار، حسب الرغبه، هي نفس الطريقه. عجينه اللازانيا جايباها جاهزه اهي، ومعانا بشاميل جاهز، ومعانا التونه جاهزه زي الفل، ومعانا اللازانيا. انا هعمل لازانيا بالسبانخ، ادي السبانخ معايا. طب هنحط السبانخ في النار؟ لا، شوف انا هشتغل ازاي، واحده واحده مع بعض. اول حاجه هنزل بيها شويه بشاميل في الارضيه بتاعت الكسروله. حلو قوي. وانزل بشويه صوص من اللي عندي ده كده. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. واعمل ايه بقى؟ واخد شويه سبانخ. الله عليك يا عم اشرف، شايفين اللازانيا متسقفه ازاي؟ هو ده. عملت ايه؟ حطيت بشاميل وحطيت عليه فليفر من صلصه التونه، حطيت سبانخ زي ما هي، ما سلقتهاش زي ما هي. السبانخ لما تتصدم باي حاجه سخنه، سواء صلصه سواء ميه مغليه صوص بشاميل، بتهبط على طول وبتنكمش. الحديد ينكمش بالحراره ويتمدد بالبروده، هي السبانخ لانها غنيه بالحديد. حلو الكلام. حطينا صوص التونه بتاعنا زي الفل يا عم الشيف. هنحط شويه سبانخ هنا كمان. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هتاكلي طبق سبانخ تاكلي صوابع كرات، وسبانخ ورقيه على فكره ممكن تعملها طبق سلطه حلو قوي بزيت زيتون وعصير ليمون. لطيفه، السبانخ تتاكل طريه بزيت الزيتون وعصير الليمون. لا يا غالي مش مره، السبانخ بتاعتنا الصغيره دي مش مره، السبانخ التخينه اللي هتلاقيها مره، السبانخ دي لسه بشايرها حلوه. يقول لي ممكن تكون مره؟ خالص، جرب. اليقين ان انا اجرب، وبعدين اتكلم.
ناخد شويه بشاميل صغيرين، بشاميل خفيف ما تحطش معاه بيض عشان اللازانيا تستوي في قلبه. انا رصيت اللازانيا كده والعكس كده، انا بعمل العكس هنا اهو عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا خرطه خرطه. طبعا اللازانيا دي لما تخش النار السبانخ نتيجه تعرضها للحراره هتهبط، هتلاقي الصينيه دي هبطت شويه اهو. الله، واضغط عليها بالراحه كده واخد كميه البشاميل اللي موجوده عندي بالشكل ده كده، ازودها شويه حليب، ده الطبيعي. وطالما زودت حليب بحط فليفر، لازم تعملي عمليه نسبه وتناسب، زودت حليب زودت ميه، هنا احط شويه بابريكا حلوين، شويه زعتر حلوين، شويه فلفل اسود حلوين، والملح بتاعنا عشان يبقى كل حاجه مظبوطه، ونقلبهم مع البشاميل ده اللي اتحط على الوش. وانزل يا عم الشيف، يلا يلا حبايبي. فرسان التلفزيون المصري، السبارخ بتتكلم مصري على الطريقه الطلياني مع لازانيا من المطبخ الطلياني. وانزل كده واحده واحده في درجه حراره الفرن 180، والسبانخ شكلها لطيف وجميل مع الصوره الحلوه. كل ده هتشربه اللازانيا والسبانخ. حلو قوي زي الفل. يلا بينا، افتح يا سمسم. حلوه، الفرن جاهز، درجه حراره 180، بظبط مستويات الفرن عندي والمواقع بتاعته كده، الشبكه زي ما انا شغال كده، انت بتشتغل في المطبخ بالظبط. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنغطيها، ده الطبيعي، بورقه زبده، بلاش الورق الفويل اهو، الغطا كده على الوش ليه يا مغازي عشان البشاميل بتاعي ما يتحرقش، لان اللازانيا هنا مطلوبه ان هي تستوي زي ما هي كده، وادخلها في الفرن. يلا مع بعض، هو ده الكلام. بصي لي على السبانخ وهي بتتكلم مصري بقى، بصي لي على اللازانيا، طاجن اللازانيا بالتونه والسبانخ والتفاصيل تحت ورقه الزبده. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لمكرونه سويسي هنقليها مع بعض، واحنا معانا مشكله مع المقليات السمك بالذات او الكريسبي، بيفك مننا في الزيت، المكرونه بتبقى طريه، بجيبها من بعض المطاعم بتبقى كريسبي كده وماسكه نفسها، وخاصه لو كانت مكرونه بلدي، والبلدي يوكل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل أكلة سمك النهارده بطريقة سهلة وبسيطة، لأن احنا المعتاد يقول لك أنا عايز آكل سمك اشتريه من بره. تعملي في البيت يا حاج، تعملي في البيت يا أخت، إيه المشكلة؟ تروح حلقة السمك تشتري السمك اللي أنت عايزاه، إذا كان كابوريا، إذا كان جمبري، إذا كان مكرونة. أنا عامل لك مكرونة مالية النهارده مش هتحدش يعرف يعملها غيرك، وتاكلها من إيدك كده كريسبي ولطيفة، وأقول لك السر تبقى مقرمشة إزاي. حلو الكلام؟ مكرونة سويسي بلدي ولونها ابيض من جوه، شمعه بيضه منوره، ومعانا شمر ناعم، بابريكا، ملح وفلفل، كمون، توم طازه اكيد، بلاش التوم الباودر في المكرونه البلدي السويسي او في السي فود عموما يعني، ومعانا دقيق تقريبا كيلو ونص، السر هنا، دقيق تقريبا كيلو ونص. تعالوا نتبل المكرونه الحلوه بتاعتنا، حلو الكلام؟ واحنا مع بعض كده في المرينيه بتاعها. واحنا مع بعض. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا. والمقادير على الشاشة، مكرونة سويسي بلدي، كمون، بابريكا، كركم، شمر. نعم، بيقول لي ما هو الشمر؟ حلو قوي السؤال ده، ما هو الشمر؟ الشمر بذور الشبت مطحونة ناعمة. تبقى موجودة عند العطار. زي الكوبيبة الصيني كده لما نسأل إيه هي؟ بس دي في المشويات ملهاش مكان بينا. هي الكوبيبة الصيني يا مغازي، الكوبيبة الصيني هي عبارة عن البهار الحلو مشهور جدا في المطبخ اللبناني والسوري،
وده أساسي بيتصدر قائمة المشويات. ده توم طازة، ملح، حذاري، اتكلم باللغة العربية الفصحى، حذاري، وتكتبيها على باب التلاجة يا ست الكل. تحطي مادة دهنية في تتبيلة أي سمك أنت هتقليه، أنا حطيته ده عصير ليمون. تاني، حذاري، تحطي مادة دهنية سواء زبدة سواء زيت سواء سمنة، أي مادة دهنية، زيت سمسم، تقولي أتبل لأخا، طالما هتقلي في قلب الزيت وتعملي التوبنج بتاعك أو الميريني بتاعك بالدقيق أو بالبقسماط، يبقى المادة الدهنية ملهاش مكان بينا. دي قاعدة اكتبها على باب التلاجة عشان ما تنسيش وإيدك تروح على الزيت. توم شمر ناعم أهو، دي الشماخة بتاعته لما بيطلع من قلب الزيت بيبقى ريحته لطيفة. وده توم، ملح، فلفل، بابريكا. الخلطة دي حلوة أوي. أعمل إيه بقى يا عم الشيف؟ هنزل المكرونة في قلبيها. يا نعم. مد يا حبيبنا الأقصر، راجل طيب بيحب إن هو يسمعنا صوته كل يوم، صديق البرنامج، هاوي مطبخ، بيحب يخش المطبخ. شايفين المكرونة الحلوة؟ مكرونة قلبها نضيف، قلبها أبيض، ولحمها أبيض. شفت المكرونة؟ حلو قوي. وتبلها كده. نعم يا غالي، حاضر. بيقول لي علل ولماذا لو حطينا زيت في التتبيلة أو أي مادة دهنية وأنت بتتبلها كده، إيه اللي هيحصل يعني؟ الدنيا هتقع يعني ولا إيه بالظبط؟ هو ده الكلام. تدفع كام بقى وأجاوب على السؤال ده؟ قول لي. ماشي، بيقول لي أعمل لك مكرونة. بص، لو حطينا أي مادة دهنية سواء زبدة أو سمنة وإحنا بنحط، أو زيت مثلا زيتون، إيدك تاخد على كده، لما تحطها في الدقيق والتوبنج بتاعنا، لو حطيتيها وسبتيها ساعة ساعتين ثلاثة حبيتي تقلاها في الزيت، هتلاقي الزيت فيه حاجتين، المكرونة متعرية في قلب الزيت، والخلطة اللي أنت حطاها وهي ماسكة فيها نزلت طلعت بره، عشان تبقوا فاهمين القصة، لأن الزيت طبعا بيفصل الحاجة والتوبنج بتاع الحاجة اللي بنقليها، خاصة لو كانت كريسبي. هناخد المكرونة ونحطها في قلب الدقيق بالشكل ده كده. ممكن المكرونه دي على فكره تبقى بربوني، عم اشرب بتاع اسكندريه، عندكم البربوني بيتكلم مصر اسكندراني، بديل لكده، وهي نفس التتبيله اهو، بديل للمكرونه دي ممكن نحط بربوني، بديل للمكرونه دي ممكن نحط سمك فيليه مقلي، بديل للمكرونه دي ممكن نعمل جمبري مقلي، بديل للمكرونه دي ممكن نعمل اي نوع سمك مقلي. الخلطه دي خليها، انا عايزها اقول لحضراتكم عايزها ليه دلوقتي اهو، واسيبهم بقى واشوف اللي ورايا، ما اقعدش جنبهم بقى، سيبها تعيش كده في الخلطه دي كده. من الوقت بتاعنا والتايم بتاعنا اقل حاجه يا عم الشيف 15 دقيقه في قلبي، بس لازم اقلبها كويس واتاكد ان الدقيق وصل لكل حاجه فيها. واسيبها واغير الجلافز ده كده واخش على الفته. حلو قوي. انا عايز اعمل دلوقتي طبق فته جامد جدا. اعمله ازاي؟ واوريكي سهولة المطبخ وبراعة المطبخ لما تكوني بتحبيه، وخاصة لو مطبخ فسفوري. معانا جمبري قشر. فين القشر يا شيف؟ انا شايفه لحم. طبعا احنا من المزمبلاس بتاعنا والتحضير بتاعنا مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري مقشرين الجمبري والقشر بتاعنا معاه. وحذاري برضو اكتبيه على باب التلاجة، انك تقشري جمبري وترمي الجلد بتاعه والقشر بتاعه والروز بتاعته. ده الدهب الاحمر بقى. تقولي لي الدهب غالي؟ الدهب بيرخص. قشر الجمبري ما يترميش. قشرت جمبري سويسي، جمبري بلدي، جمبري مستورد، اي نوع جمبري يا اختي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بيتابعوني في انحاء الكره الارضيه، قشر الجمبري ما يترميش، بيتشال في كيس نايلون لو انت مش محتاجه له وتحطيه في الفريزر. هينفعنا في الايام دي، في الوقت ده اللي انا هشتغل فيه دلوقتي. يعني ايه المقصود؟ يعني ممكن تكوني بتعملي جمبري مقلي، هتستفيدي بيه ايه؟ شيليه في الثلاجه واقول لك هتستخدميه ازاي. هيجي له استخدام اكيد. انا هعمل دلوقتي طبق فتت الجمبري بالخل والثوم، فمحتاج لصوص، لبهريز، لشوربه علشان اعمل بيها العيش بتاع الفته. هجيبه منين؟ ما عنديش لا شوربه كوارع ولا لحمه راس ولا عندي شوربه لحمه ضاني. هجيبه منين؟ من القشر ده. واحنا مع بعض شغالين. طاسه على النار حلو قوي، واحط في الطاسه دي معلقتين زيت. احنا بندرس المطبخ هنا عشان اللي بيتابعنا ويشوفنا لما نخش المطبخ يعمل حاجه صح، ومفيش حاجه تترمي، مفيش تهدير. الزيت يسخن، بحط عليه فص ثوم حلو،
بصلاية ناعمة. واسيبهم على النار شوية كده هسة يدوني بس ريحة. بنزل بشوية زعتر حلوين. أنا عايز أعمل شوية شوربة بقى. ما أنا هعمل طبق فتة، أجيب الشوربة منين؟ زعتر. اللهم صل على النبي. عود كزبرة خضراء زي ما هو. عود كرفس زي ما هو. شوية شوربة، تعملي بقى شوربة سي فود، تعملي شوربة جمبري زي ما أنت عايز. ناخد قشر الجمبري ده يا عم الشيف وروس الجمبري. فرسان التلفزيون المصري. الصورة الحلوة من قشر الجمبري تتحدث عن نفسها. زي الفل. ونقلبه ونسيبهم على النار يعيشوا مع نفسهم. يا شيف انت بتاكلنا كزبره وكرفس بعروقه. انا عارف اللي قاعد بيشوف دلوقتي جاي متاخر بقى وهيقول لك ايه اللي بيعمله الشيف ده. ما يا عم شويه الجمبري الحلوين وانا مش بحب القشر. لا لا اصبر على اذنك عشان اكلك حاجه حلوه وما تظلمنيش. الله يرضى عليك. ميه مغليه. واسيب ده يغلي على النار لغايه لما اشوف اللي ورايا. في الاخر بصفيهم بمصفى. ما عندكيش مصفى يا اختي؟ بتجيبي شاشه بيضة وتحطيها في اي مصفى عندك وتصفيهم. لازم ينزل لك شويه صوص ذهبي كده لطيف جميل. سيبهم يغلوا على النار مش اقل من نص ساعه. زي ما هم كده. اغطيها؟ يلا نبص عليها قبل ما اغطيها، لان الكنز هنا. الخبره الطهويه هنا. اللعب كله في شويه الصلصه دول. حلو قوي. معانا جمبري اللي قشرناه من شويه بننزله في الخلطه بتاعه المكرونه. ده المطبخ. مش انا قلت دول ما يترموش؟ عرفت ليه؟ اللهم صل على النبي. معايا كابوريا. هتعمل كابوريا بالفته يا شيف مغازي؟ ده برزنتيشن يعني جارنيش. كابوريا عشان الطبق يبقى فسفوري. كابوريا مبطرخه والله مرزه. ده الموسم بتاعها. شايف البطروخ طالع ازاي؟ والكفر ده انا عايزه. ده كله هنشوفه في سيرفيس دلوقتي، نتصور جنبه سيلفي. عندنا الكابوريا متقطعه والجمبري، عندنا الكنز في قلب الحله دي او في قلب الطاسه، والمكرونه بتاعتي الجميله الحلوه في قلب الدقيق. ومحتاج ان انا اطلع فاصل عشان انا ما بحبش اشتغل في المطبخ بتاعي مكركب، بيقفلني، لازم اروقه كده وبرايق كوبايه القهوه بتاعتي والشاي اللي حبايبي مش حارمينه منه. نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لحلقه فسفوريه بتفاصيلها تجديد حلو، لا مقلي ولا مشوي ولا صواني ولكن في ابتكار طهوي. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معانا مخرج شاطر بيحبكم. انا شغال في المكرونه بطلعها من دي. قال لي اس مغازل. قلت له نعم. قال لي عايزين نعرف المكرونه هنشيلها من الدقيق هنصفيها من الدقيق ولا هنعمل ايه؟ لان هنا برضو في تركايه. خلي بالك، ما انا برضو مش عايز اكل مقليات معجنه، انا عايز اكلها كريسبي. وانا شغال كده برفع المكرونه من ديلها. ولما تروح السمك نصيحة مني، نضف لك السمك في الحلقة بتاعت السمك، قولوا له سيب لي ديل السمكة، أيا كانت سمكة حتى لو بولتي. ديل السمكة لما بتقطعيه من السمكة بتقل منها. سيبيها بديلها كده يلعب. دي رقم واحد، رقم اتنين بيديها شخصية. رقم تلاتة بتعرفي نوع السمكة دي إيه؟ بولتي، دنيس، شرقيش، وقار، أروس، الحاجات اللي بنتوه فيها دي. طبعا انا عارف انتوا قاعدين دلوقتي بتضحكوا مبسوطين والشيف المغازي بيقدم فن يعني ضحك وهزار ومطبخ وكل حاجه، بس ورا الكلام ده معلومه. فانا بوصل المعلومه بشكل لطيف علشان حضراتكم ما تنسوهاش، عشان بس متفقين ايه اللي دخل ده في ده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الدقيق عندي جاهز. خلصت شلت المكرونه بالشكل ده كده. والزيت بيسخن. ابدا ان انا احمرها. يقول لك رش الميه عداوه. مع الشيف المغازي رش الميه بقلاوه.
بس المفروض معايا بخاخه ميه هنا بس مش بيحبها الاستاذ احمد عوض، فانا بانيحها خالص من الاستوديو. اللي زعله بلاش منه. فباخد شويه ميه بايدي كده واعملها كده. نعم يا همام. ايه يا شيخ؟ ايه يا حبيبي؟ انا بحبك يا شيخ والله. حبيبي يا عم همام. بقول لحضرتك يا شيخ، امرني. دايما بعمل البشاميل مش بيظبط معايا. مش بيظبط معاك ليه؟ مش عارف، دايما بيسيب مني كده، مش بيظبط معايا. علشان انت بتنزل بس بالحليب او بالشوربه على مرحله واحده، المفروض تنزل بيه على ثلاث مراحل. المرحله الاولى تقلب الدقيق اللي مخلوط بالزبده في شويه الحليب. المرحله الثانيه على ثلاث مراحل، المرحله الثانيه امر، انا بجاوبك بالتفاصيل اهو. المرحله الثانيه تنزل بكميه الحليب الثلث الثاني، وتعمل ايه بقى؟ وتفك البشاميل عشان ما يكلكعش منك. الثلث الثالث بتتحكم في قوام البشاميل، عايزه للخضار بتخليه تقيل، عايزه المكرونه بتخليه خفيف عشان المكرونه تكمل سواها في قلب البشاميل. انا بنزل بالمكرونه عشان هي عايزه لها وقت في الزيت تقلي، وحذاري انك تقلبيها. لحظه حاجه سيبها في الزيت تعيش وابعد عنها. يلا ما اقلبهاش، اسيبها زي ما هي كده. يا فاروق، فرسان التلفزيون المصري حبايبي، الكنز فين؟ ما ندورش عليه، بين ايدينا. الحب والكلمه الطيبه ده كنز، والرضا شايفين الجو ده زي الفل. هعمل ايه؟ اخد الطاسه دي كده واحطها هنا كده واصفيه، دي مصفى مخصوص لكده واخد الشوط الشوربه دول. يا ويلي الجمبري بيلعب. خلاص حلو. هعمل ايه؟ بخليها على جنب بقى كده، عايزها. الله على الريحه. ايه ده؟ ايه ده؟ قاعد في اسكندريه، قاعد في السويس، شم ريحه اليود وريحه الجمبري. العب السمك. حلو قوي، زي الفل. طاسه على النار، هي نفسها ما تغيرهاش. تحطي فيها مكعب زبده مع زيت زيتون، مكعب زبده مع زيت زيتون. فاكرين الجمبري والكابوريا اللي معانا؟ في قلب الطاسة. خليها تسخن شوية ونبص نشوف الفرن فيه ايه. لا المكرونة ما تقلقش منها خالص، المكرونة كده تقلقش منها خالص. كل ما كان صوت الزيت عالي كل ما بتنزل السيول اللي موجود فيها والسوائل اللي موجودة فيها او البهريز اللي موجود فيه ولازم الزيت يكون شديد. نعمين. حاضر عينيا. طيب تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي في الفرن يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. لا فين السبانخ بقى؟ بص لي على السبانخ والتفاصيل بتاعتها والصوره الحلوه من قلب الفرن مع سبانخ. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الواحد يضرب الشوكه يطلع له سبانخ ورقيه، يطلع له تونه اوميجا 3، يطلع له حديد، يطلع له لازانيا باستا، يطلع له بشاميل. ايه الحلاوه؟ يطلع له طعم حلو. نقفل؟ اقفل. انا اسف. فرحان بيها، لما افرح بحاجه بحبها تبان على الشاشه. اقفل. طاسه على النار بالشكل ده كده، ده الكابوريا والجمبري. فتت الجمبري بالخل والثوم. كل دول في قلب الطاسه وانا شغال كده. الجمبري يشيل منه عرق الرمله. نعم والله الكابوريا دي جرنش، انا هجرنش بيها الطبق. برزنتيشن جبتها، لقيتها جبتها، فهي شكلها كده. انت هتسيب طبق الفته وتاكل الكابوريا دي على فكره زي ما هما كده على النار. الصح هنا بقى اعمل ايه؟ انزل بالشوربه اللي موجوده عندي والكنز ده على ده، ولا انزل بميه؟ ايه الصح؟ حد يقول لي. اكيد طبعا الشوربه كده، فوسفور مع فوسفور. حلو. واغطيها واسيب الجمبري والكابوريا يستوي، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، هو ده. بس خلاص، يلا مع السلامه. ونجهز طبق الفته بتاعنا
معلقه معجون الطماطم، المكرونه بتتكلم سويسي وابطال السويس الناس الطيبين. استوت المكرونه، يا سلام اسمع صوتها بقى وانا بغرفها في الطبق، بجد يعني هتعجبك قوي قوي قوي. دي عايزه طبق حلو. يلا شويه نعناع، نطلع اللازانيا. هقول له الانتاج بتاعنا هيبان دلوقتي لما تقف في المطبخ وتعملي انتاج حلو على الطبليه والسفره، بتبقي فرحانه مبتهل يعني من كتر فرحتك انت مش بتاكلي. ليه بقى؟ الضيوف لما ياكلوا كانك انت كلت. شايفين المكرونه بتاعتنا؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ يا ماجده صباح الخير يا شيف مغير. صباح الفل يا اختي، ازيك عامل ايه؟ شفت المكرونه بتتكلم سويس ازاي؟ شفت المكرونه البلدي؟ هي بس غاليه اليومين دول، بس زي بعض. نعم يا ست الكل. بقول لحضرتك انا ممكن ابدل السبانخ ببطاطس او كوسه؟ طب نطلع اللازانيا مع بعض واجاوبك على السؤال ده عملي دلوقتي. ما تحرمش منك. تبدلي السبانخ ببطاطس او كوسه، مظبوط؟ حاضر عينيا. الاجابه عملي دلوقتي. شايفين المكرونه الجميله؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الف انا وشيفا اللي ياكل منها. على فين؟ هنا. نعمل لها سلطه الطحينه دلوقتي. البرزنتيشن بتاعنا طماطم شيري، ما تفكريش مش لازم انت تحطيها عادي، حط سلايز ليمون. زي الفل. نطلع اللازانيا بتاعتي. ست الكل سالت سؤال حلو قوي، قالت ينفع استبدل السبانخ ببطاطس او كوسه؟ لا، تستبدليها بكوسه. البطاطس مش لطيفه. حلو الكلام. مع اللازانيا يفضل استخدام الكوسه. اهي طلعها عينيا. السبانخ بتتكلم مصري من ارض العروبه. ايه الحلاوه دي؟ اهي. لا، الميزه هنا بقى لما تضرب الشوكه والمعلقه والطبق الحلو هتلاقي فيه تفاصيل كتيره قوي. سبانخ طالعه تتكلم غنيه بالحديد، التونه اوميجا 3، يعني حديد واوميجا 3 الاثنين مع بعض بالتاكيد بيدونا قيمه غذائيه عاليه جدا، بيستفيدها كل اعمار افراد الاسره، صغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. اهو ايه، يلا عود روزماري كده برزنتيشن وانا واقف. زي الفل. لا مش هحبش احط لها جبنه، انا بصراحه مش حابب الجبنه معاها، انا عايزها كده مستويه عشان استطعم السبانخ. حلو الكلام. سبانخ جلتان ممكن احط لها جبنه. نبص الكابوريا اخبارها ايه؟ يا ربي ايه ده؟ لا لا لا، الصوره دي ما تفرقنيش من على الشاشه يا فاروق بعد اذنك. شوف الفوسفور، شوف الذهب، ذهب 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 عراي المذيع الجميل. ايه الحلاوه دي؟ جمبري كابوريا والشوربه بتاعتنا زي الفل. تعالوا بقى مع بعض نعمل طبق الفته واحنا مع بعض كده، واحده واحده. حلو الكلام. العيش عشان يشرب شوربه احنا مجهزينها معانا زي الفل. محتاج ان انا اعمل طشه، طشة الفتة زي أي فتة، نار كده شديدة، ومعانا الرز المصري بتاعنا مسلوق مسبقا وزي الفل، ويبقى رز مفلفل. وطبق الفتة من غير الرز المصري ملوش شخصية، ده الطبيعي. هعمل تركاية هنا انت اعمليها زي، وادعي لي وانت بتعمليها بالله عليك. الرز ده مسلوق بمية عادي، فص حبهان وشوية ملح ومعلقتين من الزيت، عايز اديله شخصية. اعمل ايه؟ حيرتني. باخد شويه من هنا. يا ويلي يا ويلي، يا سلام لما الشيف المغاز يشتغل بمزاج عالي. هو ده. تاني كمان شويه، الله يرضى عليك. هو ده. الرز اتحول لفوسفوري. تاخد الرز ده زي ما هو كده. شوط الرز دول هتاكليهم وتسيبي كل حاجه، طعم الجمبري وطعم الكابوريا. ناخد البهريز بتاعنا الحلو ده كده. يلا يلا هنا يا شباب، يلا هنا. العب يا سمك. العيش المتحمص نزلت عليه بالفوسفور، نزلت عليه بالذهب. واستنى عليه هسه. اخد الرز المصري بتاعنا. انا ما اخلص ماليش حاجه، انا بغرف بس برسم طبق الفته، برسمه. الرز حلو قوي،
ودايما لما تغرفي فته، فتت لحمه راس، فتت كوارع، فتت اي حاجه، خلي تفاصيل العيش باينه تحت الرز، يعني ما تلغيش شخصيته، لان العيش هو عنوان الفته، والا ما تبقاش فته. ويا سلام العيش لو طعم حلو زي اللي انا عامله دلوقتي، عيش مقرمش كده وواخد شوربه الجمبري وشوربه الكابوريا وواخد الخبره الطهويه، وكل ده غير الحب زي الفل. شيل ده من هنا ونوسع لنفسنا شويه عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. عايز اعمل طشه الفته بمعلقه من الزبده، معلقه زيت صغيره حتى لا تحترق الزبده، ومعانا توم زي الفل ينزل هنا. ما تستنيش على التومه لما تتحمر كده، بتبوظي كل اللي بتعمليه، خلي بالك. احمرار التومه لطبق الفته عنوان نجاحك للفته. تاني اكتبوها دي على السوشيال ميديا، الله يبارك لكم اخواتي وحبايبي اللي على السوشيال ميديا، فريق العمل اللي بيشتغل 24/24. احمرار، درجات احمرار التومه عنوان لطعم الفته. حلو. فين الخل؟ فين الخل؟ الله، هو ده، لسه ما خلصتش. انزل بقى بمعلقه خل حلوه يا ويلي، هو ده. العب يا سمك. فته حلو، التقليبه دي حلوه. العب. تدفع كام دي؟ خبره السنين. لسه ما خلصتش. يا نعم عيني. حاضر يا فندم، دخلك مؤمن. عيني يا فندم. حاضر. 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 زي الفل. يا ويلي يا ويلي. هي دي هنا، شيل دي من هنا، ناخد الحله دي كده حلوه. يلا بقى تعالى يا عم الشيف. بيسالوني حاطط كابوريا ليه؟ المساعدين بتوعي بيقولوا لي المقادير فيها كابوريا واحنا عندنا كابوريا. قلت له يا ابني هات لي الكابوريا، مالكش دعوه، بعدين بشوف. كابوريا ازاز، كابوريا لو ازازوني ازاز. الله، رجول الكابوريا دي مهمه يا اخوانا، حتى لو كابوريا بقى اللي هي مليانه. شايفين الجمبري شايلين عرق الرمله منه. الف هنا وشفا للي ياكل زي الفل. بناخد الطشه بتاعتنا الحلوه. انا عارف الصوره قدامك، يعني هتجيب ايه ولا ايه ولا ايه. الطشه بتاعتي الحلوه اللي هي عنوان الفته. الطبق ده بهديل الكنترول، حبايبي فرسان التلفزيون المصري قالوا لازم ناكل من ايدك النهارده يا شيف مغازي. ده الطبيعي بقى، بيسالوني مين بياكل الاكل؟ مين بيمسح لك قدمتك؟ حاضر يا فندم. مصر كلها والوطن العربي عارف. حاضر يا باشا، حاضر. لا بس تعزموا الصح ما اتعوض معاكم. ناخد اجرنش الطبق كده. ده بروفيسير في عمله بصراحه، يهمه التفاصيل للمذيع اللي طالع، يهمه التفاصيل لكل واحد بيقدم برنامج طالع على الهواء، بيقف على ايد كل التفاصيل. فانا نحترم الراجل اللي هو بيحترم التفاصيل وبيحترم كل حاجه حلوه، لان نادر لما الواحد يلاقي حد بيحب شغله بالشكل ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده اي بقى، ايه جرنش كده عشان الاولاد يحبوا الحاجه ديت. معانا وقت نعمل سلطه الطحينه يا شباب؟ انا جاهز. لا والله. طيب عشان بس حبايبي اللي بيشوفوني دلوقتي، لو عايزين نعمل سلطه الطحينه، حاضر. لو حد عايز يعمل سلطه الطحينه بالتفاصيل، نقلل الخل منها شوية، لأن الخل بياخدنا سكة تانية. زيت زيتون، مية دافية عشان تديك طحينة بيضة، معلقة خل صغيرة، فص توم ناعم، شوية كمون، شوية شطة ناعمين حلوين كده، شطة أسواني من حبايبنا في أسوان، وتقلبيها جامد على فترات، كل ما تتقل معاكي تزودها مية دافية، تطلع معاك الطحينة لونها كريمي أبيض ولطيف زي الفل. تفاصيل في أكلة سمك النهاردة جميلة فسفورية. بنعيد الحلقة دي يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة، بناء على رغبة السادة المشاهدين في كل دول العالم. على السوشيال ميديا الشيف المغازي يعد لنا الحلقة بتاعت يوم الأربع يوم الجمعة، لأن كله بيبقى قاعد في البيت ويبقى فيه يوم أسري كده ويوم عائلي. رؤية
فن ابداع بساطة سهولة مع أكلة فوسفورية. منين يا شيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.